هل تتلاقى أرواح الأموات وأرواح الأحياء؟ نعم تتلاقى في المنام في الرؤى وفي بعض الأحيان منامات اليقظة، لكن لن يكون ذلك لقاء من عالم الشهادة، بل هو من عالم الغيب، ومن هنا فكثير من الأمور التي فيه غير مقطوع بها، فالإنسان لا يبنى عليها شيء. الإنسان إذا أطلع على شيء من المغيبات فعالم الغيب ليس فيه السنوات والأيام والليالي والقبلية والبعدية، ولذلك يمكن أن يطلع على بعض الأحداث لكن لا يعرف ترتيبها وأيها يسبق، كالذي يطل على مدينة من أعلى وهو يراها من بعيد. فلذلك عالم الغيب إذا أطلع الإنسان على شيء مما فيه ولو من وراء ستر رقيق أو مباشر فإنه لن يرى ترتيب الأحداث والوقائع والأوقات، فهذا العالم ليس فيه ليالي وأيام وسنوات وشهور، ويرى فيه الإنسان الأحداث مجملة. ولذلك التقاء الأرواح كذلك يمكن أن يلتقي الإنسان الآن بنبي من الأنبياء، بآدم أو نوح، وشوف الفرق في الوقت. فالأرواح جنود مجندة كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمكن لقاؤها سواء كانت الروح ما زالت في البدن في الحياة الدنيا أو كانت قد خرجت منه، فيقع ذلك الالتقاء. ولا يكون إلا في المنام؟ لا، أقواه ما كان في المنام، لأن رؤية المنام فيها تثبت وهي التي تفسر غالبا، ورؤية اليقظة إنما تكون عن ضعف في البدن وربما أيضا ضعف في العقل، فتحصل رؤية اليقظة.